سبب استلامهم لدعواتهم التي كانت مستحيلة في نظرهم في السابق هي لأنهم فهموا ثلاث أساسيات في استلام الدعوات. أول موضوع أساسي ألا وهو التفريق بين استجابة الدعوات واستلام الدعوات. استجابة الدعاء هي فورية بدليل قوله ادعوني أستجب لكم أو إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فالاستجابة هي فورية ولحظية، ولكن استلام الدعاء هو الذي يكون بيد الإنسان، بمعنى تأخر استلام الدعوات هو بسبب الإنسان وقلة يقينه وأيضا الأفكار والبرمجيات اللي تعيق تقدمه لاستلام هذه الدعوة، بدليل قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الخطوة التالية في علم استلام الدعوات هو اعترافك بأن التأخير والعراقيل هي منك وعدم توجيه أي لوم أو أي اتهام لتأخير استلامك لدعواتك لأي فكرة خارجية أو ظرف خارجي، وبهذه الطريقة ستطبق القانون الإلهي الذي يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن هنا ستأتي الخطوة الأخيرة في أساسيات استلام الدعوة ألا وهي عند الاعتراف يأتي الخشوع، ستخشع وستخضع لإيجاد حل وتطبيق الحل الأفضل والأنسب ألا وهو فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هنا بالاستغفار ستنزاح جميع العراقيل، ستنغسل جميع أفكارك السلبية ومشاعرك السلبية معها، وسيرتفع اليقين تلقائيا. وماذا تتوقع بعدها؟ أكيد ستستلم الدعوة في واقعك.